فضيلة صلة الرحم اللي نرجو أن تمتد لتشمل صلة الرحم الوطنية. نعم، وإحنا إن شاء الله بإذن الله سي أحمد صلة الرحم لمشاهدين الكرام غدوة إن شاء الله في زدني علما في حلقة أخرى بإذن الله مباشرة مش نعمق فيها النظر عليها. نعم صلة الرحم عليها. والتآلف والتزاور ما بين الناس في مثل هذه المناسبات السعيدة. على كل هي إشارة عابرة. نعم. هذه وإن شاء الله سنفصل الحديث فيها لاحقا. نعم. إذن هذه كل المعاني هذه يجب أن تحضر ليلة العيد. ليلة العيد نكبر الله ونحمده على ما هدانا، على أنه الله أكبر، مر الله أكبر، مر بنا رمضان وغادرنا ونحن في صحة جيدة والحمد لله، ومر بنا رمضان وغادرنا ونحن على الإيمان ونحن إن شاء الله على الإحسان. وإحياء ليلة العيد فيه مجالات كثيرة، سواء في العبادات اللي نتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا في التعامل البشري بين الناس على جميع المستويات. ليلة العيد الأبوان يقتنيان ما يلزم للأبناء ربما من لباس جديد، كان ليلة العيد قبل بنهارين ثلاثة باهت أو قبل يومين أو ثلاثة. نعم، هو حتى لا يحصل الازدحام وتحصل المشاكل متاع كثرة الازدحام في ليلة العيد. هو الاستعداد يبدأ منذ أيام، ولكن منذ بضعة أيام. نعم. ولكن ليلة العيد أنت تعرف هي ليلة مميزة، نفرح الناس الكل في المدن الإسلامية قاطبة. نعم. في كل البلاد التونسية وفي كل معناها المدن التونسية وحتى في البلاد العربية. نعم. وإحنا نشوفه عبر الشاشات، وأنا شخصيا عشت في بعض البلاد العربية لسنوات وشفنا ليالي العيد فيها من البهجة ومن الروعة ومن التألق، معناها ما يبهج الخاطر ويبهج النفس. نعم. العيد سي محمد كيفاش تقضيه وكيفاش يزم يقضيه الناس في هذه المناسبة؟ هو سي أحمد تحدث عن ليلة العيد وأنت وصلت بنا إلى يوم العيد. وإذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرقات فنادوا اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ويثيب الجزيل، أمرتم بالصيام فصمتم وأمرتم بالقيام فقمتم فاقبضوا جوائزكم. فإذا صلوا ناد مناد ألا إن الله قد غفر لكم فارجعوا إلى رحالكم راشدين. فهو يوم الجائزة ويسمى هذا اليوم في السماء يوم الجائزة. شنو هي الجائزة؟ الجائزة أن الله سبحانه وتعالى قد غفر لنا جميعا بعد أن صمنا وقمنا، أن الله سبحانه وتعالى قد تقبل صيامنا، وعلى أن الله سبحانه وتعالى قد رحمنا ورحمته كانت من خلال تقبل هذه الفريضة. نعم. واستعدادا للعيد كذلك الحسن بن علي كرم الله وجهه كان يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نلبس أفضل ما نجد وأن نتطيب بأفضل ما نجد وأن نظهر التكبير وعلينا الوقار والسكينة. هذا استعدادا ليوم العيد. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر قبل الخروج إلى الصلاة، يأكل تمرات وترا قبل في عيد الفطر في العيد بالضبط. أيوة. قبل أن يذهب إلى صلاة العيد. أيوة. يعمل ثلاثة تمرات بالضبط الإعلاني عن يوم على فرحه بيوم العيد، ولا أن الإفطار وقتها جائز، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من سنته كذلك يوم العيد أن يذهب إلى المسجد أو إلى المصلى من طريق وأن يعود من طريق آخر. ومن الأشياء التي كان ما الحكمة من ذلك سي محمد؟ الحكمة من ذلك هي الحكمة من ذلك لأن كما يقولوا الإنسان يمشي وما هو يوم تشهد عليهم أرجلهم. نعم. وسبحان الله يعني المواضع اللي مشيت لها أنت يوم القيامة مش تشهد لك. ثم كنت تسمح تفضل محمد فضل هي يعني. الملائكة كما قال الأستاذ محمد طرقات. تكون في الطرقات وترقب حركة المؤمنين يوم العيد. نعم. نعم. ونحن إذا ذهبنا من طريق وعدنا من طريق فنحن نتعرض إلى فيض الأجر الذي نستمطره من تواجد الملائكة في نعم. طرقات نعم. البلد
وهذا معناها مطلوب وهو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. وزاد كيف كيف من الأشياء التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل التهنئة، نهنيوا بعضنا بالعيد. يروى عن وثيلة رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فقلت له تقبل الله مني ومنك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم تقبل الله مني ومنك. يعني هيك العبارات وكالكلام الطيب اللي من شأنه باش يجمع القلوب ويحبب القلوب لبعضها كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد كيف كيف يوم العيد من سنة النبي عليه الصلاة والسلام على أنه يفطر، معناها يمنع يحرم الصوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. هالأجواء هذه كلها استعداد مادي يحرم حرام أنك نهار العيد تصوم صايم، نعم، سواء كان في عيد الفطر ولا في عيد الأضحى. يعني إذا كان عندك قضاء يكون ما بعد العيد. أيوة، بعد أن تظهر البشرة بالعيد، نعم، بعد أن تظهر الفرحة بالعيد، بعد أن تتهيأ وأن تنعم بفرحة العيد. نعم. بالفعل إحنا مش كنا في عبادة الصيام ونفرحوا بالعيد، وبعد مش تجينا عبادة أخرى اللي هي صيام 6 أيام من شوال، وإن شاء الله نتحثوا عليها. ختيمة كلامي إيش نقول على أن راه ديننا فيه ما عنده علاقة بالمادة وعنده علاقة بالروح، فيه ما عنده علاقة بالدنيا وما عنده علاقة بالآخرة، فيه عنده علاقة بالمسجد وما عنده علاقة بخارج المسجد. هكذا يعيش الإنسان لحظات حياته بين عبادته لله وبين التنعم وبين التمتع بطيبات حل الله. إن شاء الله ربي يوفقنا جميعا باش نكونوا في مستوى هذه القيم النبيلة من استقبال عيد، نرجوه أن يكون سعيدا على الجميع. على الأمة الإسلامية قاطبة وأسرة قناة القلم ترجو لكل التونسيين ولكل المسلمين في كل مكان أنه يكون هذا العيد عيد خير وعيد تضامن وتحابب وتكاتف، ورب إن شاء الله ندركه هذا الشهر الكريم في نهايته وندرك الفطر وإحنا دائما بالصحة والعافية. مشاهدينا نواصل معكم حلقتنا من زيدني علما، ومش يكون التواصل من خلال أسئلتكم اللي توصلنا أما عن طريق الصفحة الرسمية الفيسبوك لزيدني علما وإلا عن طريق البريد الإلكتروني، وتجموا تكونوا حاضرين معنا فيها هذه القنوات الاتصالية بمواقفكم وبآرائكم. وإن شاء الله غدوة أيضا نفتح لكم الخطوط الهاتفية باش تكون فرصة حتى نتعرف مع بعض أجواء العيد إذا كانوا يوم عيد، وإذا كانوا مش عيد نلتقي معكم وموضوعنا يتمثل في أهمية صلة الرحم وأهمية التآلف والتزاور والتحابب ما بين الأسر في مثل هذه المناسبة. مش نفسح المجال الآن لكم لأسئلتكم في روبورتاج أول وأسئلة اللي توصلنا عن طريق الفيسبوك والبريد الإلكتروني. كيفاش معناتها نتأكدوا للحساب متاع سيدي رمضان صحيح؟ خاطر ساعات يقولوا مخر، ساعات يقولوا قبل، ساعات انا على الناس اللي قاعده تفطر نقول ربي يهديها، اما للي ما عندوش حتى سبب ويفطر وما عندوش صبر راهو هاو تعدى وشي مدام. انا نسال هوني نقول شنو عقابه من ربي وكيفاش ينجم يغفر هذا الذنب، معناها يغفر يحاول ينقص من الذنوب هذيه، معناها فهمت؟ خطر وليت ولا شيء قدامنا، معناها عيني عينك ما غير احترام برشا عبيد تفطر اون بلانير. انا نقول معناها كيفاش، معناها هذيا وينو من ربي وكيفاش ينجم يخفف على الذنب هذيا. هذوما زوز أسئلة من أسئلتكم الوارد علينا من خلال الروبورتاج، وما زالت فما أسئلة كثيرة وخاصة فما أسئلة مرتبطة بالزكاة نحاول أن نقدمها لضيفينا الكريمين سي أحمد بوشحيمة والسي محمد المدنيني. سي أحمد، السؤال الأول مرتبط بالاختلاف أحيانا في إثبات رؤية الهلال. هو رؤية الهلال نستند فيها إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وطبعا في العصر الحالي هناك وسائل لرصد الهلال بالطرق الفلكية وبالمناظير وبوسائل متقدمة تجعل من اليسير رصد الهلال، لكن إذا ما حصل اختلاف فيصبح أولي الأمر في البلد المعين هم اللي يتحملوا مسؤولية هذا الأمر، وما على الناس
إلا أن يتبعوا ما أصدره أولو الأمر في بلدهم حتى لا تحدث فتنة، باش ما يقعدش ناس صايمين وناس فاطرين، إلا إذا كان هو يكون رأى الهلال بنفسه، وقتها من واجبه باش يعلم السلطة في بلده، السلطة المعنية بهذا الأمر، ومن المفروض أن السلطة هذه هناك رصد للهلال في كل مكان، في أمكنة كثيرة، في أماكن مخصصة، ويكون حاضرين فيها ناس مختصين في الأرصاد الجوية وما إلى ذلك. على كل حال الاختلاف هو اللي يقع ساعات من نوع المشاكل اللي تقع، هو أنه إنسان يبدأ رمضان في بلد فيصوم وفق رؤية ذلك البلد. نعم. عندما يرجع إلى بلده أيوة. يكون رمضان تخل في يوم مخالف، فإذا كان مش يلتزم برؤية بلده فمشكون يقول راه مش يصوم 31 يوم أكثر من أي، لأنه صام بلده. صام قبل بنهار على بلاده أيوة. وجاء يلقى ما ده في الحالة هذه لا يصوم 31 يوم، يصوم 30 يوم وهكا اليوم الزائد يفطر دون أن يظهر فطره للناس حتى لا يحدث فتنة. نعم. لأنه رمضان مش ممكن يكون أكثر من 30 يوم، شهركم هكذا مرتين والثالث عمل هكا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا غم عليكم فأتموا عدته 30 يوما. فهذا هو معناها الاختلاف، هو الحقيقة لا داعي له، من المفروض أنه يكون فما توحد، إلا إذا كانت المسافات جغرافيا متباعدة مثل بين أمريكا وبين معناها الشرق الأوسط، نقولوا المسافة كبيرة، الفرق في الوقت أكثر من 6 ساعات، يجب يوصل 8 ساعات وحتى أكثر، وقتها يولي فما مبرر للاختلاف. أما في دولتين متجاورتين ليس هناك مبرر، لكن إن حدث فمن باب الإنسان المسلم أن يلتزم برؤية البلد الذي يعيش فيه وفق ما يعلنه المختصون والمسؤولون، وهم مش يتحملوا مسؤوليتهم أمام الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة. لا جناح عليه بالنسبة للمواطن إذا كان ثم اختلاف ما بين بلدان في مستوى رؤية الهلال، وبالنسبة لي ما عنده حتى ذنب في ذلك. إذا كان في بلاد اليوم عيد، هو اليوم عيد هو يلتزم بما يلتزم به أهل البلد. بما يلتزم به أهل البلد طالما كانوا يطبقون التعاليم الشرعية، هي طبعاً من حيث رصد الهلال وما إلى ذلك. وحبذا سي أحمد، وأنت ذكرت التباعد بين الأمكنة، أنه المسلمين الكل يتفقوا على كلمة سواء، وهو كذلك حبذا ذلك. نعم. إلا في نفس المجال، سبحان الله، وسائل الاتصال والتواصل اليوم أصبحت ميسورة. نعم. وما ثماش ما يرفع الإثم على الدول الإسلامية في أنها لا تجتمع تجتمع على نعم. هلال واحد، وما تجتمعش على صيام واحد وإلا على أفطار واحد، خاصة أن التواصل والاتصال بينهم موجود. حتى كي نرجع للفقه القديم يقول لك إذا رؤية الهلال في بلاد قوم وسمع أهل قوم آخرين الهلال يصوموا على صيامهم. نعم. فما بالك اليوم عن طريق وسائل التواصل والاتصال الحديثة ممكنة، فلما لا تجتمع المسلمون؟ اسمع، كل شيء جمعهم، الدين واحد والكتاب واحد وقرآن واحد والرسول صلى الله عليه وسلم واحد والهلال واحد والهلال واحد وأجدهم منقسمين، ما نعرفش السبب هذايا. نعم. ربي إن شاء الله يجمع إن شاء الله ربي يجمع. هو في بعض كتب الفقه يعطيك مثال عن اختلاف المطالع أو في رؤية الهلال إذا كانت المسافة بعيدة. يقول لك كالأندلس والحجاز، شوف الحجاز وين والأندلس وين، هذه في الشرق وهذه في الغرب، وأكيد أنه إذا فما فرق أكثر من 6 ساعات معناها يجب يكون فما اختلاف في الرؤية، وهذا لا 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 يعني أنه من وحدوش، من الضروري أننا نوحده. نعم. كما قال الأستاذ محمد، خاصة وأن وسائل الاتصال أصبحت يعني برقية، بل حتى أسرع من البرقية، معناها ما عادش عندنا موجب ومبرر باش نختلفوا. العالم قرية، فما بالك بالدول العربية. فماشي مجلس إسلامي، فماشي مجلس إسلامي أعلى سي أحمد، ربما يجمع المسلمين في مستوى رؤية الهلال، أو على ربما مستوى دولي ولا على مستوى، على مستوى إسلامي. إسلامي يعني عالمي. نعم. عالمي. نعم. لا، الحقيقة ليس هناك هيكل يعني ربما يفرض، ما عندوش سلطة، لكن عنده سلطة علمية، عنده سلطة أدبية ولكن الإلزامية ما فماش. نعم. فما معناها
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فما رابطة العالم الإسلامي، فما معناها مجمع الفقه، مجمع الفقه الإسلامي. هذوما الكل عندهم معناها دور ثقل، دور ثقل، وعندهم دور وعندهم ثقل في المسألة، وربما عن طريق، لكن اللي يحدث الاختلاف هو راهو أهل السياسة. وهذا معناها أنا ربما أذكر بين قوسين أني عشت سنة في بلد عربي ما نسميش الأسماء، لكن كان عندهم مبدأ أنهم يخالفون الدولة المجاورة لهم لاعتبارات سياسية، لاعتبارات سياسية، لاعتبارات سياسية. نعم. للأسف سياسية. للأسف هذا في تدخل السياسة في الدين، هذا تدخل الشأن السياسي في الدين، وهي قضية كبيرة معناها. ربما تكون لنا فرصة أن نعود إليها بعد في حلقات أخرى إن شاء الله بعد العيد. سي محمد، السؤال الثاني ارتبط بمن في رمضان أفطر، شنو القضاء اللي يلزم يعمله وربما ما عندوش عذر في ذلك؟ أيوة، سبحان الله، وبني الإسلام على خمس، يعني ركن من أركان الإسلام صوم رمضان، ومن لم يأتي بهذا الركن فقد هدم ركنا من هذا الدين. واللي أفطر انتهاكا لحرمة رمضان، نعم، احنا نقول أفطر متعمد، راه هذا عليه القضاء والكفارة، يعني يقضي يوم ويزيد يصيم 60 يوم، نعم، ولا يطعم على كل يوم أفطره يطعم 60 مسكين، هذا إذا ما أراد أن يتوب. يطعم شنو قيمة الطعام سي محمد؟ قيمة الطعام نوضحوها، هذه يطعم الفدية. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أحد الصحابة قال له: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال له: ما بك؟ قال: وقعت زوجي في نهار رمضان. كان وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أمر، وقت ما عندوش هو وما يجمشي يرجع القضاء والكفارة، لمد وجمع له 15 صاع، 15 صاع، الصاع أربع أمداد. ما هو المد؟ المد هكا ملء الكفتين، لهما مبسوطتين ولهما مقبوضتين، من أمداد النبي صلى الله عليه وسلم. أربع أمداد في ال 15 يعني 60 مد. هذا هو بالنسبة لل عن كل يوم، عن كل يوم أفطره يولي يطعم 60 مسكين. نزيد نبسط شوية للمشاهدين الكرام، المد زادة قديش قيمته هالمدة ذي ماديا؟ هو هناك من يفتي بأنه إطعام المسكين أن تشبعه، وهناك من يفتي قياسا على وحتى كسمين يجي يشبع في أحمد يروي قياسا على ما تفضل به الأستاذ محمد في هذا الحديث. هو أنه المد تقريبا هو ربع قيمة زكاة الفطر، ربع قيمة زكاة الفطر، 13.150 على 4. يعني إذا كان زكاة الفطر صاع، والصاع أربعة أمداد، فالمد يكون ربع صاع، والله أعلم. على كل حال، هي المسألة فيها تكفير عن ذنب، والتكفير عن ذنب هذا ببذل مال وإطعام وسد حاجة الفقير. شوفوا، الإسلام يداوي الذنب بمصلحة وبحسنة. بعض الذنوب يكفر عنها بتحرير رقبة، وبعض الذنوب يكفر عنها بإطعام ولا إكساء. هكا اللي يحلف يمين ويحنث يطعم 10 مساكين ولا يكسيهم اللباس. شفت كيفاش يعالج الأخطاء وتعم فيها الخير على الناس، في نفس الوقت يحقق مصلحة للناس. صحيح. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله القادة السياسيين يستفيدوا من هذه الحكم الطيبة. إن شاء الله. إن شاء الله. هذا المأمول إن شاء الله. إن شاء الله. مش نمر إلى سؤال آخر وارد علينا في البريد الإلكتروني لمشاهدينا الكرام. يقول السؤال: هل يجوز قضاء الصوم حينما يكون النهار قصيرا؟ إذا قاعد يتحين في الفرص السائر الكريم. هو إذا كان فما مبرر لذلك، يعني كأن يكون الإنسان ربما معناها ظروفه الصحية لا تسمح أو تتعكر إذا ما صام في الأيام طويلة الساعات، وطالما ديننا دين يسر ودين هو لحظة وكان إيمانه خالص ونيته طيبة سي أحمد. أكيد. نعم. أكيد، يعني ما يكونش هذا النوع اللي كما قلت أنت تحايلا ولا تهربا من متى يسر الله له. نعم. والحقيقة أنه الإنسان لابد أن يبادر بإرجاع دينه عقب رمضان،
يبعد على نهار العيد كما قال الأستاذ. نهار العيد معناها بعد اليوم الأول، بعد اليوم الأول من العيد. نعم، صوم يوم العيد الأول هو حرام، يبعد على اليوم الأول من العيد ويحاول يقضي دينه في أقرب وقت ممكن. لماذا؟ حتى لو قدر الله وحضر أجله يمشي خالص مع ربي، ولذلك يبادر الإنسان بقضاء دينه في أبكر وقت ممكن. نعم، هذا بالنسبة لليوم الأول في محمد. وقت اللي نقرأ الآية في كتاب ربي، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الأمر في فعدة من أيام أخر لم يكن مقيدا وإنما كان مطلقا، وعلى هذا الأساس يمكن للسائل أن يقضي الأيام التي لم يصمها في رمضان في أي وقت شاء ولو اختار الشتاء. نعم. ونرجع مثال للسيدة عائشة، السيدة عائشة كانت تقضي ما عليها من رمضان وقت اللي يجي شعبان، يعني قبل رمضان بشهر كانت تقضي ما عليها، وتقول لم أستطع أن أقضي ذلك إلا في شعبان. يعني الإنسان مخير، وما دام الحكم الوارد في القرآن لم يقيد الأمر بوقت فالإنسان يبقى في أريحية. نعم. نعم. والمهم لأنه ما يجي رمضان الجاي كان أنه الإنسان قضى دينه. وهذا من رحمة الله تعالى. هذا من رحمة الله تعالى بعباده. أيوة. أنه يسر لهم والدين يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. ولذلك ما فماش حتى إشكال أنه يخلي ويأخر، لكن ديما الهاجس متاع المؤمن أنه يكون خالص مع ربي ماذا به يستحسن. وإحنا في الأمثال الشعبية متاعنا في تونس يقولوا بنت الحلال تخلص دينها في شوال، هذا مثل شعبي يعني هو الحقيقة. لكنه بنت الحلال تخلص دينها في شوال، حتى في شوال. ولد الحلال حتى ولد الحلال لا، هي هو الأمر ينصرف إلى أن المرأة لزوما يكون عندها أيام دين. نعم. الرجل نعم. قد يكون عنده وقد لا يكون. نعم. نعم. والمرأة بالضرورة يكون عندها أيام دين. أهل الحلال يا سيدي. وطبعا هذا ليس فيه إلزام شرعي. نعم. نقوله من باب أنه شوف جدودنا والأمثلة الشعبية فيها كثير من أقول المأثورة فيها حكم، لأنه نابعة من تجربة خالصة. نعم. ومخير الإنسان يخلص دينه ويقعد مرتاح ولا يقعد يأخر فيه. نعم. على كل حال ما فماش مانع من التأخير. نعم. ومن التراخي. أيوة. في قضاء الدين، ولكن جميل أن يسارع يبادر يسارع. الإنسان. نعم. بخلاص دينه. واللي يحب بعد اليوم الأول من الفطر أن يصوم أجرا واحتسابا بالنسبة لي يا سي أحمد، يقول لك الأجر عند ربي، نحب نصيم ما بعد الفطر، بعد عيد الفطر. هي. يصوم. نعم. له ذلك يعني اليوم الثاني اليوم الثالث لا بأس، يعني النوافل. أي النوافل. نعم يصوم. نعم. أن لا يكون هو يبعد عن أي شكون يقول لك مباشرة ست أيام متالية. شوف هو شنيها في ذلك الست أيام هذوما، ما نعرفش نتحدث عليهم توا ولا ربما في قصة مقبلة. لنا لا بأس. الست أيام هذو من تاع شوال، ومن من صام رمضان وأتبعه بست من شوال. أيوة. كان كمن صام الدهر كله. أيوة. وهذوما فيهم أجر واردين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند المالكية يقولوا في الفقه المالكي، نحاول نختصر لأنه فما سلة عديدة سي أحمد. نعم. يكره صوم الأيام الستة هذه إلا إذا كان توفرت ثلاث شروط: عدم اتصالها بالعيد، يعني مش من نهار ثاني عيد تصبح فيها، عدم تواصلها، ما تصومهاش الستة على بعضها، فرقها، عدم إظهارها، أنك ما تظهرهاش للناس. فإذا اجتنبنا ثلاثة فالإنسان يصوم متى شاء. نعم. من شوال. نعم. لأن ثم ناس في بلدان أخرى ما يفرحوا بالعيد إلا بعد ما يصوموا ست أيام متاع شوال وهذا من العادات وليس من الشريعة. وهك علاش في ديننا احنا يلزم يبعد على العيد. نعم. سي محمد، سؤال آخر جديد: هل يجوز صرف زكاة الفطرة في بناء مسجد أو بناء مدرسة أو القيام بشيء من التبرعات؟ هو الزكاة الفطري تصرف للفقير المسلم، لإغناء الفقير يوم العيد. تصرف لإغناء الفقير يوم العيد. بالضبط. هي وكعلاش زكاة الفطر هي طعمة للمساكين، طهرة للصائم وطعمة للمساكين، الجانب متاع الأطعام متاع المسكين. نعم. يعني هو الفقير، ولذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تصرف في بناء مسجد. نعم. وإذا كانت للفقراء فكالأصل. نعم. سؤال آخر ورد علينا في الصفحة الرسمية لزدني علما: المرضى في المستشفى سي أحمد على من تكون فطرتهم؟ على أنفسهم.
يعني إذا كان عنده مال الفقير يخرج من ماله، المريض عفوا، أيوة. إذا كان عنده مال يخرج من ماله، وإذا كان المال هذا مش في حوزته وفي تصرفه في اللحظة هذيك، يوصي من أهله أو من من يستطيع أن يقوم، معناها يخرج عنه هذه الزكاة من ماله. وزكاة الفطر واجبة بالسنة، شوف السنة النبوية أي واجبة، فرضها رسول يعني الله صلى الله عليه وسلم، يعني مستحبة ولا نقول احنا كان حب يعملها الإنسان ولا نعم. ما حبش. نربطها بسؤال آخر، لمن لم يستطع ماديا؟ نعم، لمن لم يستطع، نعم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اللي زايدة، هو الفقهاء يقول لك يكون عنده ما زاد عن طعامه يوم العيد وليلة العيد، عنده بخلاف قوته يوم العيد وليلة العيد، ما قيمته زكاة فطر يخرج. إذا ما عندوش أقل من هذا فليس عليه شيء، نعم، حتى ولو تداين، حتى ولو استطاع تداين أن يرجع ذلك الدين من أجل إخراج زكاة الفطر يفعل ذلك، لأن الزكاة يتسلف بيش يخرج الزكاة، نعم، ويقدر على السداد، لأن الزكاة مرتبطة بالبدن، نعم، إذا ضمن خلاص الدين هذا. نعم. سؤال أخير في حلقتنا اليوم سي محمد، هل يجوز لنا إرسال زكاة الفطرة إلى أقاربنا، للناس الأقارب متاعنا؟ هذه فيها كلمة إرسال، أي وكلمة إرسال يعني أن تنتقل من بلد إلى آخر. لا، قد يكون من مكان إلى مكان آخر ربما. إذا كان في نفس البلد هي زكاة وهي صلة، إذا كان في نفس البلد زكاة وصلة، يعني عنده أجرين، عنده أجرين. وإذا كان من بلد إلى آخر، الأفضل أن تصرف أموال الزكاة لمستحقيها في ذلك البلد. وقتاش تصرفها البلد آخر، وقت اللي كيما نقولوا اللي عندنا إحنا كفيناهم، ولكن ثم شكون بعيد في أمس الحاجة إلى تلك إلى أموال الزكاة. إلى أقربونا ولا بالمعروف؟ معروف. إلى أقربونا ولا بالمعروف؟ إذا كانوا من مستحقي الصدقة. نعم. مستحقي الصدقة بسرعة. بسرعة. اللي فقير. الفقير. هو تحل عليه الصدقة وتجوز له الصدقة. نعم. هذا نعطيه وهو من الأقارب. نعم. وإذا كان لأنه من أقاربنا باش نعطيه وهو لا غير محتاج، فنقول لا. نعم. الأولى ليك. أن نعطي للفقير. شكرا لك سي أحمد، إن شاء الله كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير. شكرا لك سي محمد، كل عام وأنت بخير. كل عام وبخير، كل عام وأنتم بخير، وكل عام تونس بخير، وكل عام وجميع الأمة الإسلامية بخير، وإن شاء الله ربي يعود لنا العيد هذية بالخير واليمن والبركة. نعم، شكرا لمشاهدينا الكرام اللي رافقونا اليوم في زدني علما في هذه الحلقة المباشرة، واللي خصصناها في جزءها الأول فيما يتصل بتوديع شهر رمضان، والجزء الثاني استقبال العيد. إن شاء الله يكون عيد سعيد على الجميع، ما نرجوه أن تكون المعلومة حصلت وأفادت الجميع. وزدني علما يضرب معكم موعد إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت من 3 إلى 4:30، ويفسح لكم المجال لأسئلتكم واستفساراتكم سواء كان بالهاتف أو بالبريد الإلكتروني أو فيما يتصل كذلك بالصفحة الرسمية الفيسبوك، اللي مش نخصوها إن شاء الله لما يتصل بصلة الرحم، التزاور والتحابب بين الأسرة الواحدة. شكرا على تواصلكم، ومن أسرة زدني علما نقول الجميع كل عام وأنتم بخير.